شاركت معكم بحلقة. المهم فقط غسلت وجهي، حكيت سيناتي، قديت كل شيء، درت لك خميطاتون، كل شيء هو عندك الحمد لله. صافي دابا غادي نمشي باش نخمل بيتي ونتوضا ونصلي وندعو ربي باش يديرنا تمام الخير وباش ينصرنا ان شاء الله. احنا عاوني ماشي ما كان دوش نهائيا ولا
الحقيقه صافي هذا ما كان. وبغيت نفهم حاجه وحده، علاش داروا اعاده تحقيق؟ حققنا ترى تحقيق ملي تعاود درتوا اعاده تحقيق ماشي مشكل، داكشي اللي كان في التحقيق الاخر غادي نقولوه في التحقيق هذا لانه هو اللي كاين اصلا، داكشي اللي كاين الحقيقه الحقيقه اللي كاينه غادي نقولوها في هذا الشيء وفي هذا الشيء وفي هذا الشيء وفي هذا الشيء. ولو كان 1% تشك لو كان بابا ماشي دابا في بيته كيلبس حوايجو وكانت غير شويه غير ريحه تشك ما غاديش يكون معانا. الحمد لله كلشي عارف ان بابا ما دار حتى شي حاجه ومتوبس بزاف اليوم في هذا الفيديو هذا. انا براسي غادي يمشي عليا الحال الا بقيت كنهضر بزاف خصوصا انني في الحمام. المهم بديت بغيت غير ندير لكم نهضروا وانا نتسلق في الهضره صافي كي تسبح لساني. صافي البنات يلاه خليكم معايا غادي نلبس ونوريكم شنو لبست وبزاف د الحوايج. بنات يلا دابا ساليت لبست هاد، المهم لبست البيض من التحت جين هذا في المارو، لبست هاد المونطو هذا. المهم جات داكشي خفيف ظريف ما درتش مكياج اصلا ما كاينش كاع نتو بابا فاتي معطلين في اخباركم. صافي زيتو التليفونات هذا كضحكي غادي نتحرك ولا نمشي ضحك يمشي ضحك ناشط. الحياة جميلة الدنيا حلوة حلوة وحشتة فرشتة طحت لشتي طلبي البابا فازقة صباح الخير انتي انتي الليمونة مور الجردة تكزول على الفوق شو يوم بطن في طرف الزبدة ديالنا ما فطرناش تال فوق ما فطرناش نسيت نسيتوني في فطور كي السموم ديالو هاد الدواء لي فيتامين ديالو عطوه فرصه مسكين حشومه عليكم كديروا له هكا اي وسرب مشيت معاك بالعرض البطيء حالي بسم الله باش فكركم بهادشي فاش بقينا جالسين شي خمسة السوايع في الولاية وخرجنا ديك الايام شحال بقينا كنا كنبقاو في الطوموبيل عقلتي لا شحال كنبقاو في البيروات لا وجالسين في دوك البلاصة شي ايام كان ديما باك يخلينا في الطوموبيل يمشي لا ما كانتش وسا كتبقى معانا كنت كنبقى معاك انا يمكن نهار كامل اسيري في الطوموبيل حنا مشي اسيري انا اللي بقيت قلت لك شي ايام نتي كدابزي ولا اش كتخدم نهار كامل في الطوموبيل كنخرجوا معاه في الصباح كنا في الطوموبيل نهار كامل ابار المشاكل كي مثلا كي خرجنا معاه يمشي يقضي هو اغراض وحنا في الطوموبيل عاوتاني نزيدوا شويه يمشي يقضي شي غرض وحنا في الطوموبيل يعني حنايا كنبقاو في الطوموبيل
فتا مزاره ملي كتبغي شي حاجه من عند بابا فاش كياكل كنقسموا كل واحد حقه. لا بابا ديما كيعطينا حقه. اصبر اصبر كنقسموا كل واحد حقه، كل واحد كياكل في امان الله كدير في بابا. بابا كيتاكل بصحه بابا، بصحه بابا كيدير فيها هكا بنتي بصحتك بنتي كيدير هنا كيبقى مازال ما كيوصلش لفمه هكا بنتي كيبقى يشوف فيها مسكين مظلوم مدموم اش غايدير بنتو حباق ثلاث ثقاب او السرعه باش كتاكل. لا بابا كتاكل صافي ما كتاكل. اه بابا اه بابا عمرو طويل. اه بابا كتاكل عسلم مناسك عاد بابا. بابا يا بابا سربي يا بابا بغينا يا بابا. اه قلت له كل متخش بكجا قال لا حرام بابا يدخل في الجا يجوز من هنا بابا كيف محل ديالنا المهم احنا وصلنا للمحكمه بناتي يلا خرجنا دابا من المحكمه بعد ما معايا هذا الشيء كفيني الحمد لله هذا الجواهر اللي معايا هذا هو الخير كله. بنات لقيتونا دابا يلاه سالينا ولبنى مشات عند بنيتها عند اختي فاطمه زهره مشات للمدرسه بابا هو اللي وصل لبنى مشى معاها انا جيت هنا برج فاس دابا صداع دابا كنتسنى الوقت ديال المدرسه وباش نمشي نقرا عندي المدرسه المهم ما بقاليش بزاف قالت لي واحد الساعه المكانه غادي نجلس باش نمشي ونقرا وهذا مكان المهم غادي نسالي معكم فيديو هنا هذا هو نهارنا كيفاش داز الصباح زعما كيفاش داز في المحكمه الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه اللي جالسين ما عرفش شنو غيوقع ما وقع في التالي ما وقع والو والحمد لله وشكر لله هذا الشيء من فضل ربي. يلا باي السلام عليكم.